السلام عليكم الحباب لا فامي، اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم عندي في قناتي وقناتكم نجات. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا رانت في الصباح بكري والحمد لله وصلت ولدي للمدرسه. وشنو قلت؟ قلت غادي نمشي للغون بري في مونس. علاش مشيتي؟ لاش مشيتي؟ مشيت باش نقلب على واحد الماكينه ديال القهوه، لان ديالتي هذيك دولتشي غوستو، كنت غنقول لكم دولتشي جابانا لا خسرات ليا وصافي، قلنا نبدلو ان شاء الله ونشوف يعني شي ماكينه اخرى تكون زوينه. فالساعه دابا هي العشرة الله رب، باقي يعني المحلات يلاه بداو كيحلوا، باقي ما كاين حتى شي واحد. كتشوفوا الدنيا خاويه، يا سلام كدوري على خاطر خاطرك. يا صراحه ما كانش ندخل المانجو ندور واحد فيه شويه، ولكن ملي كيكون معاكم الزوج الكريم فعارفه هما ما عزيزش عليهم يبقاو يدوروا في المحلات هك بالك. اللهم زدنا ديريكت درنا هنا شويه ودخلت الكارفور، قلت نشوف الاثمنه كي دايرين. فاحنا غادي ندخلوا ان شاء الله هنايا الكارفور. كما كتشوفوا قلت لكم الدنيا خاويه، كتشوفي على راحتك يعني حتى واحد ما كيبرصتك. او ميم طون بغيت نوريكم هاد الماكينه هادي اللي كديروا فيها البيتزا وكتصوبوا فيها يعني اومليت، تصوبوا بها اللي كلشي اللي بغيتو. فديري لها التخفيضات ب 30 اورو، وانا اصلا شريتها بهذا الثمن يعني بالتخفيض في ميديا مارك. وهنايا كتشوفوا هنايا الالات ديال القهوه، فكاينين في جميع الاثمنه. غا هي واحد القضيه في كارفور ضروري ما كيغليو السلعه، فبالتالي انا خرجت من كارفور المهم شفت الاثمنه يعني خديت فكره ومشيت خرجت مشيت للميديا مارك. ميديا مارك بطبيعه الحال هما منقصين الاثمنه. بحال كتشوفوا هذه الماكينه هذه الثمن ديالها كانت 329، فنقصوا لها ولات ب 200 وشي حاجه ما عقلش. هنا كاينين جميع انواع ديال الماكينات، هنايا شتي راه داير لهم اثمنه بالاحمر يعني داير لهم التخفيضات. هادي كت سبيسيالتي، هادي كدير بها الشاي. كاين هاد الموديل هادو ديال دوتشي غوستو، هادي الموديل ديالها تايا يعني جميل، واحد ديزاين فيها في شي شكل. 122 اورو كدير. كنت كنشوف القهوة تجيت هنايا لقيت هاد ميسي كونيكت، هذا اللي كيطيب اللي دايرين به ضجة، وكان كيتباع في الليدل. ليدل كان كيتباع واقيلا بشي 300 ولا 400 ديال الاورو ما عقلتش. فكاينين جوج ديال كاين الحجم الصغير والكبير على ما كيبان ليا. فهذا الناس تا هو كانوا كيشروه بزاف. المهم بقيت كندور هنايا بغيت نوريكم شويه يعني شنو كاين في ميديا مارك. هادو العصارات، هادو هادو ديال العصير ديال الفواكه. هادي بحال الماكينه اللي عندي في الدار، هادي اللي خديتها شحال هادي، فكدير العصائر زوينين. المهم انا غندور شويه هنايا وغنمشي لجيت لي يعني لاس اصلا لجيت جيت باش نشري القهوه. المهم نرجعو فين مشينا. فوالا انا كنت شفت هذا الموديل، هذا ماشي هذا الاخر اللي حداه، انا شفت هذا الموديل، ولكن في الاخير خاصك دوك الكابسولات ديالو خاصك تكومونديهم في الانترنت، يعني ما كتجيش وتلقايهم يعني في كارفور، ولا كتلقايهم في شتي الكابسولات كيكونوا كبار واحد شويه على هاد العلي من هادو كاين في الاحمر في الازرق، فخاصك ضروري ما تكومونديهم. وانا صراحه شفت هذا الموديل اللي كان عجبني، ولكن ماشي بحال هذا، فحالو واحد اخر شكل اخر، هي في الاحمر. غنحط لكم الصوره ديالها هنايا على اليسر فكتشوفوها. هذاك قالت لي الموديل ديالو يعني قديم، يعني واحد 8 سنين فاش داز دابا، وراتني واحد الموديل اخر مع الاسف ما كانش محطوط يعني باش نشوفوا يعني الموديل ديالو، فوراتني واحد الموديل اخر قالت لي هذا هو الموديل الجديد. وصراحه يعني حرت ما بين هذاك الجديد اللي وراتني وهذاك الموديل اللي بغيت لي بحال داك الشكل الكحل اللي وريتكم. فالثمن تقريبا هما نفس الثمن، هذاك ديال اللي وريتكم
هذاك العادي كيدير 61 اورو، ولكن هذاك اللي فيها لاباري مع الزايده وهداك الشيء دايرين ليه بروموسيون ب 204 ديال الاورو. والموديل الجديد هذاك اللي قالت لي يعني من غير التخفيضات كان كيدير ب 326 اورو تقريبا هكاك، فقالت لي بعت منه ثلاثه وهو اصلا حاليا كيدير ب 206 ديال الاورو، يعني رخصوا ليه الثمن. فكتشوفوا هنايا كاينين جميع الموديلات، شوفوا والاثمنه. يعني كنت بغيت شي اله اللي كدير قهوه زوينه، سورتو الكابوتشينو. كابوتشينو بعض المرات كنديرو في هذاك دوتشي غوستو كيجي زوين، ولكن ماشي بحال المقاهي الكبار يعني كتشرب داك الكابوتشينو. كاين بعض المرات كابوتشينو كيجي زوين، فانا كنقلب على داك الكابوتشينو ديال المقاهي يعني. المهم انا ضربت دويره ان شاء الله غادي تشوفوا واحد شويه يعني هاد الالات اللي كاينين. وفي الاخير خديت هذاك الموديل الاخير اللي خرج دابا، يعني خديت اخر موديل ديال نيكسبريسو. فبقاو معايا غادي نمشيو للدار دابا ان شاء الله وغنوريكم الاله اللي شريت. فوالا الحباب، حنا دخلنا دابا للدار، دابا غنوريكم الماكينه ديال القهوه اللي شريت، فبقاو معايا ما تمشيو فين. حطيت في الاول ما بين هادي والاخرى ديك الحمراء، كما قلت لكم ديك الحمراء الموديل ديالها قديم، قالت لي قديم شي 8 سنين دابا فاش خرج. هذا هو الموديل الاخير اللي خرج، هو هذا ديال نيسبريسو كما كتشوفوا، هي هذه. غادي نحلوها مع بعضنا. شتو راه خديتها من عند ميديا مارك، راه ميديا مارك منقصين دايرين لي بروموسيون ميديا مارك. هي الشكل بحال الشكل ديال الحقيبه، هاد هي حقيبه وصافي. بون غادي نشوفو كتحل هنا حقيبه. اوف اوكي، ها انتم كتشوفو بحال ما الشكل نوريكم. اوب فوالا، هذا هادي هنايا هادي. نشوفو هذا، أنا دايرين لها الكتاب ديالها بحال هاد الشكل. هنا دايرين ليكم الكبسولات ديال القهوة، دايرينها معاهم يعني فابور، يعني عطينها لكم كيكونوا معاها. فيها 14 كبسول، وكل كبسول والمذاق ديالها. هنا دايرين لك كل شيء، يعني كل قهوة وكيفاش. كاين لي قهوة اللي كتكون خفيفة، كاين هاد القهوة كتكون مجهدة، هادي مجهدة د انديا كتكون مجهدة. المهم القهوة كاينة على الأشكال كيما كتشوفو، والكبسولات ديالهم كتجي بحال هاد الشكل، هذا كيجو صغار بحال هاد الشكل. فوالا، هنا عندك 14 كبسولة ملي كتشري كيعطولك فابور معاها. انا غادي نحيد هذا ندير بحال هذا الشكل. هنا عندكم مازال كتاب اخر هنايا، والكارونتي حتى هي الكارونتي عندكم عامين. هنايا شنو كاين تاني؟ وهاد الكتاب ولا هاد الورقه هادي كيكون فيها يعني جميع انواع ديال القهوه اللي كتقدري انك تستعمليها، كيعطيك بحال طريقه استعمال القهوه، مثلا الكابوتشينو، موكا، كيفاش كتحضريهم. وانا نوريكم كلشي من بعد. هنا عطينا، هنا عندكم كاس عطيناكم فابور حتى هو كويس بامال ديال القهوه. تهلاو فينا، عطونا كاس فابور ولي كابسول. هاي هاي هادشي زوينه. فوالا هادشي اللي كاين في هاد الكارطون. نحيدو هاد الكارطون عليا، نحيدو هذا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هنا قلت لكم كتدخلو هنا كديرو لا كابسول ديالكم، كتجي بحال هاد الشكل هنايا. هنايا كتختاري، هنا طاكتيل عندك هادشي، بغيتي كابوتشينو،
موكا ولا سميتو يكون بارد، يعني قهوه بارده ولا بحال داك الشكل هذا الاسبريسو. المهم كاينين هنايا جميع الانواع، وهنايا هذا هو الغيزيرفوار ديالها، الغيزيرفوار ديالها شوف نحل هنا. نورمالمون كيتحيد هذا باش ما كيتحيدش. المهم فوالا كيكون كيتحيد، وهنا دايرين لي شتو فين مخبينو هنايا اللور، هذا هو اللي كدير هذيك لاموس ديال الحليب باش ديري كابوتشينو. فوالا هادشي اللي كاين، وهذا قلت لكم الغيزيرفوار ديال الماء. المهم انا غنغسل هادشي وغادي نوريكم طريقه الاستعمال. اذا باش كنشعلوها هنا عندكم 9 ديال البوطونات، كتوركي على اي وحده فيهم، كتبقاي موركه واحد 3 ديال الثواني وغيشعلو كاملين. وانا حليت هذيك باش غندير فيها الكبسوله ديال القهوه. من بعد هنا خديت الكاس ديالي، غادي ان شاء الله نصاوب واحد الكابوتشينو. هنا غندير فيه واحد 80 مليلتر ديال الحليب، حليب بارد يعني خرجته من الثلاجه ودرته في الكاس. هنا قلت لكم غنختاروا الكبسوله اللي بغينا، كنديروها بحال ما هاد الشكل هذا اوب، ونسدو وكنوركو على البطونه ديال الكابوتشينو، وغتبقى الدور هذيك وصافي. غادي نخلوه غتبدا تتحرك فيه حتى كيرجع واحد لاموس، غادي ديرنا لاموس ديال الكابوتشينو. وها الكابوتشينو ديالنا واجد. فمن ناحيه القهوه هما عندهم بزاف بزاف ديال الاشكال، فغادي نوريكم بعض الاشكال اللي خديت من غير هذوك اللي عطوني كادو. انا خديت هذا ديال ستاربكس، خديت هاد السوماطقه، هذه 10، شنو هي هاد 10؟ هذه يعني القسوحيه ديال القهوه، الا بغيتها تكون قاسحه ولا شويه ولا هاد. غنوريكم هنايا، هنايا كيكون القهوه خفيفه، من القهوه كتكون خفيفه 4-6، كتختاروا 4-6، بغيتو موين 7-9، بغيتو تكون قاسحه من 10 حتى 12. اذا خديت هاد السوماطرا اللي كتكون 10 شويه قاسحه، خديت هذا باتريس، هذا فيه 7، هذا لونغو 7 يعني ما متوسط يعني ماشي مجهد، موين كما كتشوفوا هنايا. وخديت هذا كولومبيا، هذه 7 حتى هو كيكون مميان ماشي قاسح بزاف. والاخير اللي خديت هو هذا هاوس بلند لونغو، هذا 8 حتى هو يعني شويه قاسح ماشي بزاف. اذا هادو هما الانواع اللي خديت ديال ستاربكس، فكاينين يعني انواع بزاف منهم، وهادو غادي نجربهم حتى هما نشوفو. حنا كاينين على الاشكال هنايا، كاينين بزاف 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 ديال الشكيلات، حتى ديال الفاني يعني كاين، يعني بزاف ديال الاشكال كاينين. فوالا كيما كتشوفو ما فوالا، بقى لي بقاني نشري غير هذاك السيبور ديالها باش ندير فيها هاد لي كابسول. او فوالا هادشي اللي كاين. وهنايا بطبيعه الحال راه كتحيدو هادي بحال هاد الشكل هذا وكتغسلوها، وكلشي كيكون سهلة الغسيل ديالها. فوالا فوالا، وكما قلت لكم هذا هو المجار ديالها. هنا فين القهوه، هنا فين القهوه فين كيتلاحوا دوك لي كابسول اللي كتكونوا استخدمتهم. وهذوك لي كابسول فهما ريسيكلابل، هادشي فاش زوينه ثاني فيهم. اذا هذا مكان الفتيات والفتيان، ها هو الكابوتشينو ديالنا كيجي رائع صراحة. كابوتشينو ديالها واعر زوين. فوالا باقي لنا غير ان شاء الله اننا نجربوا هاد الشكيلات الاخرين بحال هاد الشكل،
شاء الله كنتمنى انكم استفدتوا. اذا بغيتوا مثلا تاخذوا هذه الماكينه تكونوا استفدتوا على كيفاش كتخدم هذاك الشيء. وكنضرب لكم ان شاء الله موعد حتى الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو في راسكم والسلام عليكم.